بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين عندنا مباراة هامة جدا جدا في الدوري العام المصري، بعدما طوى النادي الأهلي صفحة البطولة الأفريقية أو مباراة الذهاب مع سان داونز في البطولة الأفريقية، منتظرا إن شاء الله مباراة العودة يوم السبت القادم. الآن الكل بيركز في مباراة واحدة فقط، وفي شيء واحد فقط، هو مباراة مصر المقصة. مباراة مصر المقصة واحدة من أهم وأصعب المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي، أشياء كتيرة جدا وأمور فنية كبيرة جدا في هذه المباراة. نتمنى إن شاء الله أن يستطيع النادي الأهلي أن يفوز كالعادة الحقيقة خلال الفترات الأخيرة. ولكن عايز أقول لحضراتكم بعض الأمور. أولا الحقيقة أنا بأهنئ طبعا فريق الأول لكرة الطائرة رجال بفوزه بالبطولة الأفريقية، ألف ألف مبروك. الحقيقة شيء مشرف وشيء جميل وتنظيم رائع داخل صالات النادي الأهلي. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم الفوز بهذه البطولة. أيضا ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، وألف مبروك للجهاز الفني واللاعبين. نتمنى دائما أن تكون كل حياتنا خلال الفترة القادمة فيها أفراح، وإن شاء الله إن شاء الله الكل متفائل بهذا الكأس اللي أمام حضراتكم، الكل متفائل بوجود كل الموجودين أمام حضراتكم، الكابتن خطيب وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. الكل الآن على رجل واحد، الكل الآن على رجل واحد، الكل ينتظر النادي الأهلي في مباراته الهامة جدا اليوم. مباراة زي ما قلت لحضراتكم مباراة مهمة جدا جدا جدا. الناس اتكلمت خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا عن مباراة سان داونز وماذا حدث في مباراة سان داونز. خلاص قفلنا هذا الموضوع وهنتكلم فقط عن مباراة اليوم. ثلاث نقاط هامة جدا يعود بهم النادي الأهلي لصدارة الدوري العام إن شاء الله بعد هذه المباراة. كل اللي احنا عايزينه من لعيبه النادي الاهلي شيء وحيد فقط، وهو ان لعيبه النادي الاهلي تبذل المجهود، روح الفانيلا الحمراء تعود مره اخرى بعدما غابت في المباراه السابقه. ولكن النهارده وامبارح واول امبارح الحقيقه تفاؤل شديد جدا ما بين كل الناس، تفاؤل شديد بمباراه مصر المقصه اللي هتبدا بعد قليل ان شاء الله، يمكن بعد اقل من ساعه هتبدا هذه المباراه. وبعد كده ان شاء الله نتكلم بقى الايام القادمه عن مباراه سان داونز وكيف يستطيع النادي الاهلي ان هو يعود من جنوب افريقيا، او يعود ان شاء الله مع ضد سان داونز في يوم السبت القادم. ده الكلام اللي هنتكلمه بعد كده، ولكن النهارده كل كلامنا هيبقى عن هذه المباراه الهامه جدا. ثلاث نقاط مهمه، ثلاث نقاط الكل بينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي اليوم. الحقيقه يعني برضو بعد قليل هيكون معانا نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، النجم الكبير الكابتن احمد بلال، هنحلل هذه المباراه. انا بس الحقيقه جالي حتى الان جالي تشكيل مصر المقصه، وقولهولي برضو يا ريت في وداني. خلينا نروح لتشكيل النادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، ثم محمد هاني ناحيه اليمين، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه اثنين في قلب الدفاع، محمود وحيد لاول مره مع النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمه، عمرو السوليه وحمدي فتحي اثنين في وسط الملعب، وصالح جمعه يعود مره اخرى للتالق من المباراه السابقه ان شاء الله يكمل تالقه النهارده. النجم الكبير حسين الشحات النهارده هيكون موجود في ملعب المباراه، ايضا جونيور اجاييه ناحيه الشمال، وفي الامام وليد ازارو. وبالتالي دول مجموعة ال11 اللي هتلعب في هذه المباراة. على دكة البدلاء النهاردة هيكون علي لطفي في حراسة المرمى، أيمن أشرف كخط دفاع، كابتن أحمد فتحي، أيضا هيكون معانا كريم ندفد ومحمد شريف ورمضان صبحي، ثم صلاح محسن. ده تشكيل النادي الأهلي اللي هيلعب مباراته النهاردة، وتشكيل الاحتياطي اللي هيكون متواجد على دكة البدلاء لأي أمر من الأمور. خليني برضه أقول لحضراتكم تشكيل مصر المقصة في هذه المباراة. أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، أحمد محسن ومحمد دبش وأسامة جلال وعصام صبحي، ده خط دفاع نادي مصر المقصة، ومحمد توني وهاني سعيد، ميدو جابر، صلاح ريكو، شميلس بيكلي، ثم في خط الهجوم جون أنتوي كرأس حربة وحيد في هذه المباراة. علامات كثيرة جدا في هذه المباراة، إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا تبقى مباراة عودة الروح أو عودة روح الفانيلا الحمراء. هنطلع نشوف تقرير عن هذه المباراة،
او ناخد كليب. خلينا ناخد كليب النهارده احنا مع حضراتكم يعني تقريبا لغايه كمان بعد المباراه بساعتين هنكون دايما مع حضراتكم. فخلينا نروح ناخد كليب عن النادي الاهلي وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار كابتن فتحي نصير، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن احمد بلال.